بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. زي ما شوفنا في الفيديو اللي فات قواعد التفاضل، النهارده هنتكلم عن تفاضل الدوال المثلثيه. يبقى موضوع الفيديو النهارده هنتكلم عن تفاضل الدوال المثلثيه. تعال نرجع، ايه هي الدوال المثلثيه اللي احنا اشتغلنا عليها؟ في عندي 6 دوال رئيسيين بنشتغل عليهم، اللي هي الساين. يبقى اول داله ساين، والداله الثانيه كوزاين، وتان. يبقى انا عندي 3 دوال: ساين، كوزاين، تان. طيب وبعدين في عندي سك، كوسك، كوتان. ساين، كوزاين، تان، سك، كوسك، كوتان. طيب والله يا دكتور، الساين لما اجي افاضلها بفاضلها بايه؟ تفاضل الساين بتكون كوزاين، يبقى تفاضل الساين كوزاين. طيب تفاضل الكوزاين بتكون سالب ساين، تفاضل الكوزاين بتكون سالب ساين. طيب تفاضل التان بسك تربيع، تفاضل التان بسك تربيع. طب تفاضل السك بسك تان، سك تان. هنشوف دلوقتي المسائل على الجزئية دي. يبقى تفاضل السك بسك في تان، سك تان. طيب تفاضل الكوسك سالب سالب، خلي بالك، كوسك كوتان. طيب تفاضل الكوتان بسالب كوسك تربيع. يبقى تاني تفاضل الدوال المثلثية عندي 6 دوال: تفاضل الساين بكوزاين، تفاضل الكوزاين بسالب ساين، تفاضل التان بسك تربيع، تفاضل السك بسك تان، تفاضل الكوسك بسالب كوسك كوتان، تفاضل الكوتان بسالب كوسك تربيع. يعني أنا لو عندي دالة واي، الدالة y بتساوي ساين f of x، يبقى انا لما فاضل ال y هتديني y داش، والساين f of x تفاضلها هتبقى f داش of x كوزاين x. يبقى انا هفاضل الدالة f داش of x في كوزاين x، يبقى تفاضل الساين بكوزاين، كوزاين الدالة. طب تفاضل الكوزاين بتاع الدالة بسالب ساين، يبقى لو انا عندي y بتساوي كوزاين f of x، يبقى هعمل f داش of x مضروبة في ساين x. طيب يبقى انا خدت ساين وكوزاين. طب لو سك، احنا قلنا تفاضل السك بسك تان، سك تان. يبقى لو عندي ال y بتساوي سك f of x، هتبقى ال y داش بتساوي f داش مضروبة في سك f of x تان اف اوف اكس، يبقى سك تان، سك تان، سك اف اوف اكس في تان اف اوف اكس. يبقى تفاضل السك بسك تان، تفاضل السك بسك تان. طيب الكوسك، احنا قلنا الكوسك بتبدا بسالب، يبقى الواي تفاضلها بواي داش، تفاضل كوسك اف اوف اكس بتطلع اف سالب سالب اف داش اوف اكس. يعني هكتب اف داش اوف اكس وتفاضل الكوسك بسالب، سالب مين؟ سالب كوسك كوتان. يبقى تبقى السالب بره اهي، واف داش اوف اكس كوسك اف اوف اكس كوتان اف اوف اكس. يبقى تفاضل السك بسك تان، تفاضل الكوسك بسالب كوسك كوتان. عايزين نركز يا شباب عشان لا نخطأ في تفاضل الدوال المثلثية. تفاضل الدوال المثلثية الكوتان قلنا تمام بكوسك تربيع، لا غلط، بسالب كوسك تربيع. كوتان بسالب كوسك تربيع، يعني هنا في سالب، يبقى سالب اهي، سالب الكوتان تفاضلها بسالب، ادي السالب كوسك تربيع اف اوف اكس في اف داش اوف اكس. طب تفاضل التان، ها تفاضل التان اهي، تالت واحدة، التان بسك تربيع، تفاضل التان بسك تربيع، يبقى الواي بتساوي التان اف اوف اكس، يبقى الواي داش تفاضل للطرفين يطلع اف داش اوف اكس مضروبة f داش طبعا اوف اكس في سك تربيع f اوف اكس، سك تربيع f اوف اكس. يبقى احنا النهارده اتعرفنا على الدوال المثلثية وتفاضل الدوال المثلثية. تاني خبي كده الجزئية دي وابدأ قول لي ايه هي الدوال المثلثية اللي عندك. في عندي ساين كوزاين تان، ساين كوزاين تان، سك كوسك كوتان. يبقى انا عندي كام داله؟ 6: ساين كوزاين تان سك كوسك كوتان. تفاضل الساين بيديني كوزاين، تفاضل الكوزاين بسالب ساين، تفاضل التان بسك تربيع،
تفاضل السك بيبقى سك تان، يعني سك دالة في تان الدالة، سك تان بنسميها عشان نحفظ سك تان. طب تفاضل الكوسك بسالب كوسك كوتان، تفاضل الكوتان بسالب كوسك تربيع. وشوفنا ازاي بنعمل ابليكيشن او تطبيق على الدوال. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنبدأ ناخد تطبيقات على تفاضل الدوال المثلثية. يبقى احنا كان موضوعنا النهاردة تفاضل الدوال المثلثية، تفاضل الدوال المثلثية. وشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية خاصة بالمشتقات او التفاضل.